تكون الفنانة اللي تولدت في 7 فيفري 1936. معروفة عاد يا حاجة، معروفة على تكون الفنانة اللي تولدت واحد. في 7 فيفري 1936. فمش اختيار حاجة عفر أسمع. عليا أه؟ عليا أسمعين أسمعين هلاك. شكون الفنانة اللي تولدت 7 فيفري 36؟ فنانة نعمة. تونسي فنانة نعمة. أوه أوه أوه. مبروك. دينار كربيرو تعرف معناتها يا حاج. السؤال الموالي دون احتمالات بالطبع، أين ولد؟ لا شو لحظة شنية خميسي لحظة. أين ولد بيتهوفن؟ شعفن شعفن ألمانيا ألمانيا شنية ألمانيا أين؟ والله صحيح. لا ألمانيا. لا 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 على ما صعب لا شعب. للأسف إجابة زياد صحيحة. مبروك زياد مكي، ولد بيتهوفن في ألمانيا تحديدا في مدينة بون. مبروك زياد. مبروك ربي تصفقوا على التصفيق. مبروك مبروك زياد، أول مرة في التاريخ. مبروك زياد والمسابق سورتو اللي ربحها أن إكخون إل سي دي 40 بوس من إهداء شيل. مبروك عليك صديقي. والله فرحت على الأخر. حتى أنا فرحت. مبروك مبروك. وجوست حاجة بركة للناس اللي شاركوا معنا الكل واختارتهم القرعة وكانوا بحضنا هنا وبعثوا لي سماية ربحوا معنا ديكار كاربيون قيمة 100 دينار.